هذه فضيحة حقيقية لهم. هذا ما قالوه مثلا منذ ما يقرب من 17 شهرا. هم يقولون اكذب 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 حتى يصدقك الناس، لكن يبدو أن الناس لا تصدق هذا الكلام. نائب الرئيس السوري أصدر بيانا قال فيه إنه يمارس عمله وأنه ملتزم ببلده ويبذل قصارى جهده في منصبه كنائب للرئيس السوري، وهو لا يفكر في مغادرة سوريا إلى أي مكان آخر.